سواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فانكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا فَتَوَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَيْرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ أَنْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا ما يسألكم أجر وهم مهتدون وما لي على عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تنعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون مما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قلوا لما جميع لدينا مهرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وَلَوْ كَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَاجِلَ حَتَّى عَادَ كُلُّ الْعُجُورِ الْقَدِيمِ
lasamsu yang bagilah angdub dari kongkong maro walailu sabikun nahar wa kulufi palaki yasbahun. Wa qalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sanughriqhum fala yasriqu lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa idha qila lahum ma fi qaumin ma rajaqahumullah وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بِمَا رَجَعُوا اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتموا يشاء الله وتما في أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بشرنا بمعقلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ومن تدري يوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو شاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وَمَن نُّؤَامِرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ سِحْرًا وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ودللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم مهجرون فلا ينجوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين ودربنا مثلا ونسي خلقه قال من يعيد وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي أجعل لكم
Alladhi jala lakum minas sajar al-akhdarinahum fa'idantum minhu tukidun. Awaisalladhi kallakus samawati wal-arba biqadirin Allah yaklakum mislahum balawahu wa qulakul alim. Innama amruhu idaru dan syayan man yakulalahukum fayakun. Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli syaih wa ilaihi turja'un.